أهلا ومرحبا بك عزيز طالب في موقع عزف.com. في إصدار الرواعي الخليجية الجزء الأول ستتعلم مجموعة من الأغاني المحببة لنا جميعا. وقد رأينا في هذا الإصدار اختلاف الأذواق، ستجد أغاني لمحمد عبده والراحل طلال مداح وراشد الماجد وخالد بن عبد الرحمن وكثير غيرهم. ستجد تفاصيل الأغاني في الشرح. بالنسبة للشروحات ستجد في كل درس مشروح الأغنية. في البداية نبدأ بذكر المقام، ثم نذكر علامات المقام وكيف نعزفها، وبعدها نباشر بالشرح. وستجد أسفل الفيديو النوتة الحرفية مكتوبة بالأحرف العربية دو ري مي وهكذا، وستجد الكوبليه مثلا المقدمة الموسيقية مكتوبة. بعدها نبدأ بكتابة المذهب الغنائي، مثلا سكة طويلة، مثلا نكتب كلمة سكة طويلة، ثم تحت أسفل منها نبدأ بشرح سكة طويلة ما هي النغمات المكونة منها. تمنياتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء.